طيب زي ما تعودنا انه المصادر تبعت الكورس انت موجودة عندك على الورد بريس، فبالتالي ممكن ترجع لها موجودة هناك لغاية ما يتفعل عندك المودل. بذكرك انه mksad.wordpress.com هتلاقي هنا برمجة الوساطة 2 سبرينج 2020. طبعا بطبيعة الحال انه انت لازم تكون عديت من برمجة واحد، تمام، بالإضافة لازم يكون في عندك شوية شغلات من يعني شوية أساسيات من HTML، ولو ما كانتش موجودة عندك أنا حدي لك إياها، ما تقلقش لأن الموضوع بسيط جدا. المواضيع اللي احنا هنغطيها في هذا الكورس إنه أول حاجة هنعمل مراجعة بشكل سريع للvariables والexpressions والdecision والloop والfunction والstring، هذا كل اللي احنا أخذناه في برمجة واحد. بعديها هنبدأ في المواضيع في برمجة 2 بتتعلق بالفايلز والليستس والديكشنريز والتابلز ريجولار اكسبريشنز اوبجكت اورينتد بروجرامينج، تمام، والانهيرتنس الوراثة اللي هي تابعة للبرمجة الشيئية، وبعديها هناخد الفلاسك ويب بروجرامينج. طبعا الفايلز كل ما يتعلق بالتعامل مع الملفات من فتح والكتابة على الملفات والقراءة منها، تمام، تلزمك في شغل كتير لو حتى انت كنت بتشتغل كفريلانسر انه انت بدك تجمع بيانات من الانترنت، او حتى انه انت بدك تقرأ ملفات من معلومات مختلفة وتأخذ معلومة من كل ملف، فبالتالي انه بدنا نشوف كيف انه انت ممكن تتعامل مع الملفات. طبعا الليست والديكشنري والتابلز هدول في البايثون هدول عبارة عن كوليكشنز، تجميعات في البايثون. طبعا احنا مرت علينا الليست قبل هيك، هناخدها بتوسع اكتر، هنشوف ايش الشغلات المتعلقة بالليست بشكل اكتر. الديكشنريز كذلك ككوليكشن او كديتا ستراكشر هنشوف كيف نتعامل معها، والتابلز الريجولار اكسبريشنز او التعبير النظامية هذه عبارة عن لغة مستقلة في حد ذاتها بستخدمها في السترينج ماتشنج، وممكن استخدمها مع اي لغة برمجة، يعني احنا هناخدها مع البايثون، ممكن تستخدمها مع البي اتش بي، ممكن تستخدمها مع الجافا لو بدك تكتب اندرويد، ممكن تستخدمها حتى مع السويفت لو بدك تبرمج على الاي او اس، لانه هي كلغه مستقله في حد ذاتها، وامكانياتها انه امكانيات كثيره لانه هي لغه ستاندرد تقدر انه تستخدمها في اكثر من لغه. بعدين هننتقل لموضوع الاوبجكت اورينتد بروجرامينج او البرمجه الشيئيه، بدك تغير طريقه تفكيرك في البرمجه انه انت بدك تصير تفكر في كل شيء انه هو عباره عن اوبجكت، تمام. فبالتالي لو على سبيل المثال حكيت لك القلم هذا بدك تفكر فيه كاوبجكت، يعني كائن مستقل في حد ذاته. الكائن هذا من يعني ايش بيكون؟ بيكون فيه له خصائص، صح؟ ايش الخصائص تبعت القلم؟ بيكتب، هذا سلوك behavior، تمام؟ هذه اكشن شغله بيسويها، لكن هو ايش خصائص؟ تمام؟ انت ايش الخصائص تبعتك؟ لون شعرك، عامل شعرك لهيك، تمام؟ قديش طولك؟ تمام؟ ايش بتسوي؟ تاكل، بتشرب، بتنام، بتبرمج، هذا هو السلوك. وهنا نفس الاشي القلم الخصائص تبعته النوع تبعه، انه هذا قلم للوح، وقديش السمك تبع الخط تبعه وايش اللون تبعه، هذه كلها خصائص مرتبطة في القلم نفسه. طب ايش بيسوي القلم؟ ايش الشغلات، ايش الاكشنز اللي بيسويها، ايش البيهيفير، ايش السلوك تبعه؟ بكتب، برسم، ممكن يكون القلم برضو فيه خاصية انه بقدر برضو بمسح فيه، تمام. ف هاي الفكرة البرمجة الشيئية بشكل مبسط، حنجي لها يعني بالتفصيل، بس ايش الاهمية تبعتها؟ الاهمية تبعتها انه انت في النهاية البرامج الكبيرة تبعت المؤسسات انه انت بدك تصير تركب اوبجيكتس على بعض، عشان يعني بدك تفكر في الموضوع زي ما احنا انت بتصنع، يعني بتصنع سيارة، بدك تصنع برمجيات، تصنيع البرمجيات انه انت تكتب كود كبير كله هيك في بدون ما يكون انه مقسم لأوبجيكتس وحدات نمطية بصير صعب الموضوع. فبالتالي السيارة انت ايش بتسوي؟ بتجيب الهيكل، بتحط عليه المحرك، بتحط عليه بتركب العجلات، بتركب
الكابينة اللي جوا اللي هو الكراسي والشغلات هذه كلها، بتحط نظام الفرامل، المحرك نفسه برضو فيه أجزاء داخلية. ونفس الشيء بالنسبة للبرمجة، البرمجة هذه شغلات أوبجكتس بدك تركبها على بعض عشان تقدر تسوي برنامج على مستوى عالي. فهذا ترند أو يعني إنه ستاندرد في البرمجة، يعني مش مطبق في البايثون بس، مطبق في كل لغات البرمجة، تمام. وزي ما حكينا إنه يعني كل العالم بتوجه بالبرمجة الشيئية بحيث يعني إنه يقدر ينظم البرمجيات تبعته، تمام. بعد هيك بدنا ننتقل للويب. يعني كان في عنا خيار سابقا، كان سنوات سابقة يعني كان يدرس في هذا الكورس اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس، انه انت تعمل برامج سطح مكتب. لكن انا وجهة نظري في الموضوع انه برامج سطح المكتب انتهت، تطبيقات حاليا يا اما ويب يا اما موبايل. فبالتالي مش من المجدي انه انت يعني اعلمك انه انت تعمل واجهات او جرافيكال يوزر انترفيس او ديسكتوب ابليكيشن، واجهات على الديسكتوب، وانت فعليا مش هتستخدمها لقدام كتير يعني، تمام، نادر استخدامها، لانه اغلب التطبيقات حتى لو انت بتعمل تطبيقات عمليات ادارية لمؤسسة معينة زي ما حكينا انه بيكون عبارة عن نظام ويب، زي ما انتو بتستخدمه وبتشوفوا العلامات تبعتكم او بتسجله، او انه النظام تبع القبول والتسجيل او الفيسبوك او اي شغلة من هذه الشغلات، هي عبارة عن تطبيقات ويب. وبالإضافة لذلك انه برضو في الويب انت بيكون في عندك خيارات انه انت تعمل واجهات، بتعمل بطن، نعمل كومبو بوكس، بنعمل كل الاشياء هذه اللي انت ممكن تسويها في واجهات بس على الويب، تمام. طبعا الفريم ورك اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو الفلاسك. طبعا انا في عندي تو فريم وركس في البايثون لبرمجة الويب اللي هو الفلاسك والجانجو. قديش حصة السوق تبعتهم؟ تقدر تقول 50-50، يعني نص بالنص. كمقارنات احنا هندخل في تفاصيل المقارنات لما ناخذهم، تمام. لكن الاسهل بالنسبة لنا احنا في برمجة 2 سنة اولى الفلاسك، انه يفضل انه احنا نستخدمه او انه احنا هنمشي عليه لانه اسهل واسلس من الجانجو، تمام. طبعا الكويزات طبعا هتكون على الموديل، تمام. بدك تتمرن على الموديل. برجع بأكد مرة تانية انه برمجة يعني ممارسة، بدك تبرمج تقريبا يعني كل يوم على الاقل ساعة زمن. الامثلة اللي احنا اخذناها انه انت تطبقها، والكويزات انه انت تعملها، تدخل الامتحان وانت فعليا مش مبرمج بايدك على اللابتوب، في صعوبة، في صعوبة تجيب فكرة السؤال، تمام. فالبرمجة ممارسة، بنفعش دراسة ليلة الامتحان. هذا كلام حكيته سابقا وبرجع بأكد عليه الآن. الأكواد تبعتنا هتكون على الجيت هاب أكيد بطبيعة الحال. طبعا اللينكات لتنزيل البايثون، هذا اللينك لتنزيل البايثون. طبعا احنا سابقا في الفصل الأول اشتغلنا على الكوميونيتي إديشن، بايثون كوميونيتي إديشن. الآن هنشتغل على البي شارم الكوميونيتي إديشن. هنشتغل على البي شارم البروفيشنال. كيف؟ لا، المع كوميونيتي إديشن، تمام. طبعا ايش السبب بروفيشنال؟ لانه احنا هنشتغل على فلاسك بالضبط، وانه حتسهل عليك كتير انه بدل ما انت تكتب. معنى ذلك انه انت مش حينفع انه انت تبرمج ويب الا بالبروفيشنال؟ لا بنفع. عدي حنا حورجيك انه بالنوت باد هذا بكتب كود بايثون وبقدر اشغله شغال على الويب. تمام. هجيت تنزيله، هاي الرابط تبعه انه انت بتنزله من هناك. ممكن تحصل على لايسنس على ايميلك الجامعي البروفيشنال، ممكن تحصل على لايسنس كستودنت، بس يحط لهم ايميلك تبع الجامعة تقدر تحصل على لايسنس انه انت بتسجل بايميلك تبع الجامعة، تمام. فري للطلاب، فري للطلاب. ايميل الجامعة انت عندك هذا تبع شاشة الدخول الموحد، هذه من ضمن الخيارات. مش انت في عندك الموديل في البريد الالكتروني، فبالتالي انت بتدخل على البريد الالكتروني. عندك
كيف؟ هجيت موقع الباي شارب، لما انت تيجي تعمل عليه انه شو اسمه بنزل لك اياه عادي، بس عشان تحصل على اللايسنس اعطيهم بريدك الجامعي بعطوا لك لايسنس كي، بدوا لك الكود التفعيل. تمام؟ طبعا انت ممكن انه انت يعني تجيب نسخه مكركه، ولكن بدك تاخذ بعين الاعتبار انه الناس اللي بيكركوا لك البرامج بيكركوا لك اياها على سواد عينيك. في برامج خبيثه، برمجيات خبيثه، فبالتالي انه انت حر، بدك تنزل مكرك انت نزل مكرك، بتكاش انه تنزل ما دام انه انت عندك البديل متاح وتحصل على نسخه مرخصه، ليش انه انت تروح على المكرك؟ تمام. فهي انه جيت اكاديميك لايسنس، هي وحطيت لك اللينك، تمام، بتضغط عليه وبتتبع الخطوات هناك. اكيد استاذ المعمل استاذ محمد الدهشان حيورجي لك برضه كيف انه انت بتفعل هذا الموضوع. احنا حاليا في الوقت هذا مش محتاجين البروفيشنال بالمرة، وخصوصا احنا حنبدأ بحاجة اسمها الجيبتور، بحاجة اسمها البايثون نوتبوك اسمه الجيبتور. عندك حتشوفه الان طريقة يعني انه جديدة غير اللي مرت عليك سابقا لكتابة الاكواد، وعندك حتشوف الميزة تبعتها. تمام؟ واضحة الامور لغاية الان. هاي طبعا انت عشان تنزل الجوبيتر حقيت حمشي لك على الخطوات هذه. تمام؟ بيب انستول جوبيتر لاب. تمام؟ و حابدي حورجي لك الخطوات وتطبقها عملي. تمام؟ نيجي للمراجعة، نبدأ طيب اوكي عبال ما يشبك يعني احنا كيف مش راضي يشبك على اي حال. خلينا نبدا المراجعه. تمام، نبدا المراجعه بالفاريبلز والاكسبريشنز. انا بس بدي هاي تفتح عندي على الاقل انه عشان انا استذكر استحضر اني ال 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 الشغلات اللي انا بدي احكي فيها. طيب هجيت انت ايش حتسوي؟ بعد ما انت البايثون نازل عندك، انت عشان تنزل جوبيتر لاب مش نازل عندك. لا انا بديش السلايدات. انت عشان تنزل الجوبيتر لاب بدك تستخدم هذا الكوماند، بدك تفتح الكوماند برومبت زي هيك. تمام، وتكتب هذا الكوماند، بتاخذها هيك كوبي بالضبط وبتروح هنا بيست. تمام، لانه انا بدي افعل البيئه، انا عندي سورس تمام، هاي الكوماند زي هيك. فهي بحكي لي انه في مشكلة في النتورك كونكشن لانه هو بيجيبها من الانترنت. طبعا هذه الكوماند فعليا بدك تفكر انه هذه عبارة عن مكتبة في البايثون، وانت عندك زي متجر تبع جوجل بالضبط، خاص بالمكتبات تبعت البايثون. كيف بدك تنزل منها؟ بدك تنزل منها من خلال هاي الشغلة بالضبط، بيب انستول واسم الباكيج. لما يكون في عنا اتصال انترنت برضو كذلك حورجي لك بالتفصيل اكتر انه انت كيف انه انت تدور على باكج معينة لو بدك اياها، مثلا لمعالجة الصور، لمعالجة الملفات، لعمل اي شغلة انت بدك اياها، وكيف انه انت تنزلها وتشتغل معها. تمام، بعد ما تنزل هاي الشغلة
بعد ما تنزلها تروح بتعمل سي دي للدايركتوري اللي فيه البروجكت تبعك. مش احنا كنا نشئ بروجكت، بتروح تعمل سي دي للبروجكت تبعك تمام، وبتكتب جيبيتر لاب، جوبيتر لاب، اوكي هذه مش نازله معايا في البيئه هذه، ف دي بيت كان اعمل سورس هاي، صار في اتصال انترنت. خلينا اوكي خلينا نفتح هاي تمام ممتاز. طيب حقيت انت ممكن تاخذ نسخه من هذا المستودع، انا فعليا بدي اخذ نسخه منه، واروح هنا واعمل سي دي ريموف ديفيت. مش فاهمين ولا حاجه صح؟ طيب كيف؟ ضروري طيب. الطلاب والاشياء ضروري جدا. طيب انا حبدا لك من الاول وجديد البيب، بس عند البيب هاي بدي ابدا لك من اول وجديد. شوف كيف هاي بتفتح زي هيك تمام كيف انا بدي انزل لك الجوبيتر قدامك، هذا كلام انت حتسويه انت على شاشه الويندوز، على شاشه الويندوز. بس خليني سورس شكله غريب يا تمام. هجيت انت على شاشه الويندوز بتروح بتعمل ايش؟ اول خطوه بتروح بتعمل سي دي وبتعمل جيت كلون. كيف اكتب سي دي لحاله؟ لا 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 هذا مجلد موجود مسبقا. ليش بالضبط هذا؟ بتعمل نسخه من هذا المستودع. انت بتنزل لي هيك الأكواد كلها، الأمثلة اللي أنا كنت محضرها سابقا صارت موجودة نازلة عندي عشان إنه أقدر إنه بالضبط أشرح منها. طيب حكيت إحنا حكينا إنه أول خطوة إنه أنت بتروح على مجلد المشروع WDMM 1405، هذا الكود تبع الكورس، بتعمل سي دي. انت الان موجود على الويندوز تمام، ورحت عملت سي دي على المجلد تبع البروجكت. ايش بتروح تاخد هذا الكوماند؟ هذا بالضبط بيب انستول جيبيتر لاب، تاخده نسخ لاصق. فعليا هو بروح بجيبه من الانترنت وبنزل لك اياه. طبعا الحلو في الموضوع انه هذه الباكيج او هذه المكتبه لو في مكتبه تانية هي لازمها عشان تنزل لحاله بنزل لك اياها لوحده، زي ما انت شايف هي ينزل شغله تانية برضو هي. لا هذه الطريقه سهله، بعدين انت تورطت خلاص ما صرت يعني بطلت مستخدم عادي. لا 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 ل
بدك شغلة فيها رايت كليك ودراج ودروب وشو اسمه؟ لا بدك يعني مرن أصابيعك. تمام تمام هيك خلص نزل. يعني انت افتح الخطوات، يعني الخطوات هي هكتب لك اياها، يعني انه ستيب واحد ران سي ام دي في السي ام دي وتنفذ هاي الكوماند. يعني احنا بس نكتب هاي في السي ام دي بالضبط بيب انستول زي هيك. هلقيت لما انت تعمل بيب انستول احتمال كبير يقول لك انه البيب نفسه بده ابجريد. هاي بطلع لك هاي الرساله نفسه بقول لي انه يو ار يوزنج بيب فيرجن 19.2.1 تمام. بقول لي ايش النسخه الاحدث اللي نازله 20.0.2 بدك تعمل ابجريد استخدم هذه الكوماند. بروح باخذها بنسخها زي هيك تمام وبعملها هنا لصق وهي انتر لحاله بعمل ابجريد للبيب. خلصنا الخطوة اللي وراها. شو بدك تسوي؟ تعمل سي دي طبعا هنا الباث تو بروجكت المسار للمشروع تبعك وين انت حاطه؟ حاطه في الماي دوكيومنتس، حاطه في كذا، تعمل سي دي عليه. انا اوريدي عامل سي دي عليه تمام. يبقى هاي الخطوة الاولى. الخطوة الثانية الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة شغل هذا الكوماند جيبتر لاب بس هاجد حتشوف ايش الناتج عندك. هاي هذا الكوماند حنسخه زي هيك واجي احطه هاي هنا لسه بنزل تمام. هاجد انت بعد ما تخلص تنزيل ايش حيظهر لك؟ حيظهر لك شاشة على الويب. ايش هو الجيبتر لاب فعليا؟ هي عبارة عن بيئة نوت بوك. نوت بوك يعني انه زي دفتر انت بتكتب فيه شغلتين كود وملاحظات كود وملاحظات تمام. والفكرة في الموضوع انه كل خلية انت بتشغلها الاكواد تبعتك بتكون على شكل خلايا، كل خلية انت بتشغلها ما فيش داعي انه انت بترجع تشغلها مرة تانية. يعني المرونة تبعته اكتر بكتير من البي شار. طيب هجيت انا ايو شغلت زي هيك تمام. ايش بقول لي هنا؟ بدي اعمل نوت بوك بجديد وممكن انا افتح كونسول او افتح ملف تكست فايل. انا ايش بدي اسوي؟ بايثون 3 بدي افتح نوت بوك جديد. فبعمل زي هيك هاي النوت بوك هذا سماه انتايتلد تمام وبروح بعمل هنا انه رينيم وبروح بحط اسمه نوت بوك واحد. هاي تغير هنا. من ايش مكون هذا النوت بوك؟ زي ما انت شايف انه هنا عندي مجموعة من الخلايا زي هنا زي هيك. وايش في انت عندك؟ في عندك هذا طبعا للسيف تمام. هنا نسخ ولصق ورن وهنا بالضبط هذه الخلية هاي رن بيطلع لك النتيجة تبعت. هذا كله على البراوزر على الويب على جهازه مش على الانترنت، يعني مش سيرفر برا، لا انا شغال على جهازي على اللوكال هوست تمام.
طبعا ايش الميزه تبعت الشغله هذه؟ طبعا انت على البي شار لو بتعمل برنامج فيه برنت هلو شفت النتيجه، بدك تشوف النتيجه كمان مره، بدك ترجع تعمل ران. انا هاي الران هنا جاهز زي هيك، تمام. هجيت هذه الخليه كود، بدي اعمل خليه ثانيه انه برنت، او بدي اعمل اكس بتساوي 10، وانه هنا برنت اكس بتساوي، وهي الاكس برضو بتشغلها. النتيجه اللي فوق هي هضايله ما راحتش، ما فيش داعي انه انت تعمل تشغيل لكل البرنامج. تعمل تشغيل سيل سيل، خليه خليه، تمام بالضبط. لا لا طيب، حكيت الخلايا، انا في عندي نوعين من الخلايا. النوع الاول اسمه كود سيل، والنوع الثاني اسمه مارك داون سيل. الكود سيل شفناها، هايو هادي علم عليها، هايو كود هادي علم عليها، هايو كود. والخلايا برقم لك اياهم، هايو واحد اثنين، وكل واحدة ايش الناتج تبعها. طب ايش الخلية الثانية؟ كيف بغير هذه الخلية كود حاليا؟ كيف بدي اغيرها مارك داون؟ بفتح هنا مارك داون. ايش هو المارك داون؟ زي ما في انا عندي مارك اب لانجويج اللي هي ال HTML. ايش انا HTML؟ هايبر تكست مارك اب لانجويج. في عندي مارك داون، مارك اب، مارك داون. ايش يعني مارك اب لانجويج؟ انه انت عندك الكود في البراوزر بتروح بتعلم انه هذا تايتل، تفتح تاج يعني هنا، هايو هنا المارك ال HTML مارك اب لانجويج. ايش يعني مارك اب لانجويج؟ بتيجي بتقول انه هذا تايتل انه هالو تو بايثون، وعشان تقول انه هذا التكست هو عبارة عن تايتل عندك في البراوزر، ايش بتروح بتقول؟ عملت تاج تايتل، وهنا بتسكره. هذه مارك اب، هذه مارك اب. ايش يعني مارك اب؟ رحت علمت التكست هذا عبارة عن تايتل، تمام. ايش كمان؟ لو مثلا انت بدك تعمل ليست ايتم، كيف بدك تعمل ليست ايتم؟ بتروح بتفتح تاج زي هيك ليست ايتم، تمام، او عفوا نمبرد ليست وان نمبرد ليست، مرتب وغير مرتب بالضبط، تمام. بتروح انت بتعمل انه ليست ايتم كذا، بتكتب الكتابه تبعتك، وهنا ليست ايتم، اوردرد ليست وان اوردرد ليست، تمام. فانت بتروح بتعملها زي هيك وبترتبها. ايش الوظيفه تبعتها؟ بتعمل لك تنسيق للنص. يعني انت عندك هاي هذه المدونه تبعتي، ايش عامل لك انا؟ عامل لك هذا عباره عن عنوان، هذا النص هي ملون لك اياه زي هيك، هذا النص حاطط فيه لينك، هذه كلها مارك اب، هذه كلها مارك اب. طيب المارك داون بتسوي نفس العمل بالضبط، ولكن بطريقه ابسط من هيك بكثير. انت بتعرفوا انه ال H، انه انا في عندي هنا هذا التايتل انه H1، هذا بالضبط هيدر، هذا عنوان رئيسي درجه تبعته 1 بالضبط، انه هنا انه ستيبس تو انستول بايثون. ما هنا بشرح لك هذا H1 بتسكره، ترويسه هذه بدك تعمل ترويسه ثانيه برضه نفس الفكره، وبتروح بتحط فيه نص بيناتها، انه هو عباره عن النص العادي بس انت حوطته تاجز بيجين وانت. هنا ستيبس تو انستول بي شارب،
لو بدك تعمل ترويسة فرعية ايش بتروح بتعمل؟ عدش اثنين. ترويسة افضل من تمام؟ بالضبط بالضبط. لكن انك تعمل المصر اكبر لازم. نعم. هذا الكلام انا ممكن اسوي لك اياه في ملف مبسط زي هيك. انا ممكن اعمل لك ملف HTML او يعني هنا اوكي نعمل ملف HTML. sample.html هي هذا ملف بدي افتحه بالتكست اديتور. عبارة عن ايش ملف؟ HTML فاضي صح؟ تعال نفتحه بالبراوزر. هاي open with other application بدنا نفتحه بالكروم. فاضي. طيب بدنا نبدا نكتب فيه اكواد، اكواد HTML. باجي بقول انه هذا HTML بنسكر القوس HTML. كل حاجة بتفتحها لازم تسكرها. تمام؟ تفتح بودي حدا لو انت بدك تحط تفصيل اكتر بس انا يعني مثال مبسط. تمام؟ وانت عندك هنا ممكن تحط تايتل كيف؟ تاكس مش بدل المفروض تكون فوق ولا كده؟ لا لا تمام؟ فهنا انه ويلكم تو HTML. اعمل هنا ريفرش. هنا الويب سايت صار ويلكم تو في شيء له تايتل. اعمل ريفرش راح يبين بس عشان صار ويلكم تو HTML. لسه انا ما حطيتش ولا شيء في البادي بس التايتل اللي فوق. تمام؟ هجيت هنا في البادي بدي احط H1 واقول له ويلكم تو HTML انه هي مكتوبة فوق وبرضو مكتوبة في البادي تبع النص. طبعا هنا تذكيرة. تمام؟ كورس برضو عشان تكون مختلفة زي هيك. اعمل ريفرش. ممكن تعمل كمان ترويسة تانية بنفس المستوى وتقول له هنا بايثون كورس وتعمل ترويسة مستوى تاني. تمام؟ شوف الآن هايو HTML وبايثون ترويسة نفس المستوى H1 H2 أصغر H3 أصغر وهكذا. تمام؟ بدك تحط نص عادي نعمله باراجراف B وهنا بسكر. تكتب النص اللي بدك إياه. تمام؟ شايف؟ كيف؟ بدك تعمل تيبل برضو بتعمل تاجز عشان تعمل تيبل. كمان باراجراف. هاي كمان باراجراف. بالضبط. هاي كمان باراجراف. باراجراف ثانية انه بايثون از فيري كول. نعم ثواني بس. ماشي برنامج HTML انا بفهمك شو معناه التاج. مطلوبش منك انه انت تصمم صفحات
كلها بالكامل وانت تكتبها بالطريقة هذه. انا بفهمك شو معنات انه انت تفتح تاج وتسكر تاج وتاجز مختلفة. وصلت الفكرة؟ كلكم صرتوا عارفين ايش يعني HTML وايش يعني ماركاب. ايش يا استاذ؟ كيف؟ بدك ايش؟ تفضل. بس اشوفه بس اخلص المحاضره واشوف. تمام خلينا على المارك داون. استنى خليني عشان داني المحاضره بدي احكي ايش المارك داون. المارك داون تعمل لك نفس العمل ولكن بطريقه ابسط. كيف يعني؟ نرجع هنا للجيبتور لاب. في الجيبتور لاب هذه غيرت التايب تبعها لايش؟ مارك داون. بدك تعمل هيدر بس بس. فبالتالي هنا steps to install python. شايف كيف صارت ترويسه؟ بدك اصغر عشان احررها تعمل عليها دبل كليك. وايش بتروح تعمل؟ steps to install b sharp. بدك تعمل اتش 2 بس دبل هاشتاج. كيف؟ هذا بس في الليسته انه انت عندك في نفس المكان بتكتب كود وبتكتب ملاحظات شرح. هذا اللي احنا بدنا اياه. يعني كيف؟ مارك اب انه انت بيكون في عندك تاجز زي هيك. انه مارك اب لانجويج هايبر تكست مارك اب لانجويج. اما المارك داون بتأدي نفس العمل بس داون يعني التاجز تبعتها ابسط بكتير مش محتاجة اشي. بدك تعمل نقاط ببساطة بدل ما تعمل ordered list و unordered list و list item وكل هاي الاشياء. ايش بتروح بتسوي؟ رقم واحد تعمل زي هيك download from internet. طبعا في اخطاء املائية انا مش هدق عليها. رقم اثنين تمام run setup. بدك تعمل ان اوردرد ليست بتروح بتعمل زي هيك بتروح بتحط نجمه تمام كوبي كود بعديها الخطوه اللي وراها انه بيستد ان ذا نوت بوك. شوف الان شايف كيف عمل لك اوردرد ليست وان اوردرد ليست ببساطه. لا تعقد حالك ولا تعمل تاج لا تفتح تاج ولا تسكر تاج. يبقى المارك داون ببساطه زي ال HTML بس اسهل. ايش الوظيفه تبعتها؟ انه انت تكتب مش هو نوت بوك انه انت تكتب الملاحظات تبعتك هنا. وهذا اللي انا حسويه. يعني حتلاقي انه طول الوقت انه انا قاعد ايش بسوي؟ بكتب ملاحظات وبحط الشرح تبعي والاكواد كلها في نفس المكان. تمام؟ طب لو كتبت الكتابه هذه بنفع. يعني هنا هاي بدي اعمل لك سيل جديده تمام وبدي اعملها ككومنت بدي اقول انه هنا define variable y وهنا بقول انه الواي بتساوي 20 برنت y. مش مشكله كله بنفع. يعني الامور عندنا مرنه خالص. يعني البايثون بتقول لك يعني بس تعال تمام. في ال HTML صحيح. لانه النوع تبعت هذه عباره عن كود بايثون مش مارك داون. لو غيرتها مارك داون ساعتها بيصير في تاثير لهاي. تمام الهاشتاج بتصير زي كانك عامل لها ترويس. بالضبط. اذا تكون منتبه اذا كانت كود او مارك داون. بالضبط. خلي يعني واضح النوت بوك الجوبيتر نوت بوك طريقة الكتابة حتتعود عليه. المحاضرة الجاية إن شاء الله حنعمل مراجعة للفاريابلز واللوبس وكل هاي الشغلات بنظام النوت بوك. كل اللي احنا أخذناه بس ببيئة جديدة ببيئة النوت بوك فحتتعود عليها أكثر. هذا نوت باد بلس بلس محرر عادي يعني زي هيك يعني مش للبايثون. لا مش احسن. هذا احسن شيء جوبيتر لاب. الجوبيتر نوت بوك يعني احسن شيء. تمام يعطيكم العافيه شباب. دكتور المحاضره مصوره.